صباح الخير، ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هناخد جرامر جديد. ايه يا ترى الجرامر الجديد؟ حاجة للأطفال صغيرة جدا، تمام؟ لسه هنبدأ بيها. حاجة اسمها verb to be. بيب بيب بيب. أوبا أوبا أوبا. صباح الخير يا عاطف. صباح القشطة. أيوة أيوة، أنت بقى عايز تعرف verb to be، عشان كده بتقول بيب 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 بيب. verb to be. verb to be عنده أخوات. verb to be عنده أخوات. وبعدين عشان هو كبير ما بيتحركش من مكانه. قاعد زي كده ما بيتحركش. على طول قاعد وبيقول لأخواته يعملوا إيه. اتفقنا؟ أه ماشي. وبعدين verb to be عنده أخوات. عنده الآن وعنده الاس وعنده الار. عنده ثلاث اخوات. عنده الام وعنده الاس وعنده الار. وكل واحده منهم راحت تصاحب حد لوحده، عشان كل واحده فيهم حاجه لوحدها. تيجي تعرفهم يا عاطف انت واصحابك؟ اه يلا يلا يا عاطف. بص يا عاطف، الام اخذت الاي. انا بس اي ام. اي ام يعني ممكن اقول اي ام ا جيرل. طب وانت تقول ايه؟ اي ام عاطف. اي ام عاطف. برافو عاطف. الله عليا. بيب 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 بيب. يبقى الوقت البي راحت ايه؟ قعدت تتفرج على اخواتها، ما رضتش تتحرك من مكانها، تقول لهم اعملوا الصح وبس. تمام تمام. وصاحبه الام على الاي وقالت لها تفضلي ماسكاها على طول على طول. دي تبقى انتبتها الانتين بتاعها. برافو يا عاطف. هي هتروح تصاحب حد تاني؟ لا. يبقى الاي مصاحبه ايه يا عاطف؟ صاحبه الام. الاي ام. الاي ام. برافو عليك يا عاطف. وبعدين ممكن اقول اي ام ا جيرل. اي ام مس ياسمين. طب حضرتك ممكن تقول ايه؟ اي ام عاطف. اي ام ايه بقى؟ عاطف. اي ام بوي اور جيرل؟ اي ام ا بوي. برافو عليك يا عاطف. اي ام ا بوي. طيب وبعدين يا عاطف الصح اختها الثانيه مين؟ الاز. اختها الثانيه مين؟ الاز. بس الاز بتحب تزني تزني زي النحلة. زي النحلة قاعدة تزني زي النحلة. ليه بقى يا عاطف؟ عشان الإز بتنده لهم من بعيد. بتنده من بعيد؟ أيوة. زي عشان يعني. إزاي يعني؟ عندك الهي. الهي دي شقية للبوي بس. بس بنده له من على بعد كتير أقول له تعالى هنا. الهي هو واقف بعيد بعيد بعيد. هو واقف بعيد بعيد بعيد. وبنده له أقول له تعالى. وبعدين لما جت تشوف لقت الاس زي ما يكون اس البونبوني، بتروح تصاحبها تقول له اتفضل ما تزعلش انت واقف لوحدك ليه. يبقى هي اس. يبقى ايه؟ هي اس. يبقى الاس دي عامله زي اس البونبوني. اس الايه؟ البونبوني. تروح تعمل ايه؟ هتعمل ايه؟ تقول له خد اهي تعالى تعالى. تنده له من بعيد وتروح تصاحبه. تنده له من بعيد وتروح تصاحبه. وتروح تصاحبه. يبقى هي از. هي از. يبقى هننساها يا عطوفه؟ لا خلاص. والشي هي واقفه بعيد. هي واقفه بعيد بعيد. ننده لها ونصاحبها ونقول شي از. شي از. شطور يا عاطف. طيب والات؟ القطه بعيده. يبقى هنقول ات از. ات از. ات يبقى هي از. شي از. ات از. دي سهلة جدا. انا هقول يلا عطوفة. انا هشرحها لاصحاب. يلا عطوفة. كان في اي وهي واز وات اتصاحبوا على ام واز، بس الام حبت الاي قوي فقالت انا هاخد اي ام. اكسلنت يا عطوفة. والهي والشي والات دول بقى زنانين قوي. ايوه. بقى الاس شبههم. برافو. فبقوا يقولوا ايه؟ هي از. وشي از. برافو. ات از. شاطر يا عاطف. برافو. ايه يا كبير يا كبير، ايه الشاطره دي؟ شكلي بوزه. لا يا عاطف كورونا كورونا. ايه رايك يا عاطف؟ كورونا فيروس. كورونا كورونا فيروس. ماشي ماشي يا عاطف. بس ايه الجاكيت الجميل ده؟ ايه رايك؟ الله الله. الصف باين. اه الصف باين قوي قوي. ايه ده يا عاطف؟ شفت الحلاوه؟ كل يوم لوك جديد يا عاطف. لا لا لا. بس لا لا لا، ده بصراحه يا عاطف كله عايز عاطف عاطف عاطف. عايز العاطف عاطف. ما بحبش اتكلم عن نفسي. حب الناس دي حاجه كويسه. اه والله تواضع منك يا عاطف والله. ايه ده؟ متواضع جدا يا عاطف. طب يلا نكمل. ماشي. يبقى احنا حفظنا اي ام. هي هي ات از از از. وبعدين يو شاور عليك انت. يو ار بنفس الصباع. نفس الصباع. يو بس انت قريب مني. بقول لك يو ار. اقول لك يو ار هابي. انت مبسوط. يو ار هابي. تمام يا عطوف؟ اه تمام تمام. الوي احنا الاثنين الوي نقف كده. نقف
كلنا كلنا عملنا حرف الدبليو زيه، وانا مثل ياسمين هوستن لما اعمل شعر، وعاطف واقف جنبها. اعملي لي مفلفل شعر. بص مس ادي عطوفه هوستن لما اعمله شعر. شعر المفلفل. ومس ياسمين قول وي ار هابي، وقفنا احنا الاثنين وقولي وي ار هابي. هنقول ايه؟ وي ار هابي. هنقول ايه؟ وي ار هابي. يبقى احنا الاثنين وي ار، احنا الاثنين وي ار، انت لوحدك يو. برافو عليك. طب لو انا قلت انا I am اكسلنت يا عطوفه، برافو برافو. شاطر شاطر شاطر. ركز بقى ركز. يبقى احنا عرفنا يو والوي. الوي احنا قلنا وي ايه؟ وي ار هابي. وي ار هابي. وي ار هابي. وي ار هابي. هابي 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 هابي. وبعدين يا عاطف زي زي هم كتير بعيد عني، هم كتير بعيد عني، وهنشاور عليهم يا عاطف. وهنشاور ايه؟ نشاور عليهم. هنشاور عليهم ونقول ايه؟ هم كتير بعيد عني، هم كتير بعيد عني، هم كتير بعيد عني. يبقى they are happy. they are happy. شاور عليهم كتير كتير بعيد وبعيد بعيد. اتفقنا؟ they are happy. ممكن تبقى واقف في الشباك تقول they are، هم هناك اهم. اتفقنا؟ اتفقنا ان احنا الاثنين مع بعضنا نقول ايه؟ وي ار هابي. اكسلنت يا عاطف. اكسلنت. برافو عليك يا عطوفه. تمام. يبقى انا عندي يو وي ذي ار، يو وي ذي ار. وبعدين الاي قالت الاي قالت للام انت مقلبزه شويه ممكن اخسسك، قالت لها روحي لدكتور الدايت، وعملت لها ديليت للام للايه، وعملت ابوستروف ام. ابوستروف ايه؟ ابوستروف ام. بوستروفي. 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 في 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 في. ابوستروفي ام. يبقى اي ام. اتفقنا؟ ماشي. وبعدين الاز قالت وانا كمان، وانا زي اختي، وانا زي اختي. يا ربي عليك كلكم لازم تبصوا لبعض يا باي. وبعدين قالت لا خلاص، مع انك كنت رفيعه يا از. قامت راحت وعملت ديليت للاي، عملت ديليت للايه؟ للاي. وعملنا ابوستروفي از، بقت شيز. اتفقنا؟ شيز. ايوه هيز. تمام. تمام. وبعدين برضو الار قالت وانا كمان، وانا كمان. عملنا ديليت للايه؟ ديليت للايه. ابوستروفي. ابوستروفي. في في في. يبقى بقت ايه؟ ابوستروفي اس، ابوستروفي ار اي، ابوستروفي ام. اتفقنا؟ اتفقنا. والام والاز والار مامتهم او اختهم الكبيره مين؟ فيرب تو بي. فيرب تو بي. فيرب تو بي. فيرب تو بي. بي بي ام اس ار. ام اس ار. يبقى verb to be am is are. verb to be am is are. verb to be am is are. خلاص يا عطوفه خلاص. تمام كده. طب ايه رايك لو عملنا حبه اندرلاين؟ بحب قوي. طيب بصي يا عطوفه، عندي هنا I am is are a girl. I am. I am. اكسلنت يا عطوفه. احنا قلنا الام بتحب الاي. برافو عليك يا عاطف. الله ده عاطف اهو. الله عاطف حبيبتي ياسو. ماشي يا عطوف يا حبيبي. عاطف ام از ارج ابوي. ها عاطف از. عاطف از. طب ممكن تشرح لاصحابك؟ عاطف هي. برافو عليك. يعني انا ممكن اكتب فوقها هي. والهي بتحب الاز. الاز. اتفقنا يا عطوفه؟ اتفقنا. اوعى تنسى. طيب شي ام از ارج جيرل. شي از برضو. شي از برضو. طب زي هم كتير. زي they are. excellent يا عطوفة. طيب she they he are boys. وفي هنا plural s. اصلا اصلا يا ميس ياسمين الهي والشي مش بياخدوا الار. امال هما بياخدوا ايه؟ مش صاحبها الار. بياخدوا ايه؟ تفكر الار صاحبتها ازاي؟ الار صاحبتها ازاي؟ شطور يا عاطف. زي وي ويو. برافو يا عاطف. يو وي ذي ار. يو وي ذي ار. انما الشي والهي بياخدوا ايه يا عطوفة؟ بياخدوا الاز. هما زنانين زي بعض على طول قاعدين يزنوا دو 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 بيتكلموا كتير قوي قوي قوي. فعلا قوي. وبعدين وي ار. وي ار بويز جيرل بوي. لا بويز كتير. بويز كتير. وعشان فكرني الوي يعني ايه؟ احنا احنا كلنا وي ار. احنا كلنا وي ار. احنا كلنا وي ار. برافو عليك يا عطوفه. طيب ذا بوي ام از ار ساد. ذا بوي اس ولا ار؟ لا اس. طب فكر فكر واكتب فوق البوي ايه؟ لازم نكتب فوق البوي ايه؟ هي. هي والهي فريند تو ايه؟ اس. برافو عليك يا عطوفه. اوعى تنسى. لا لا خلاص. طب منى ام از ار ايت. منى اكتب فوقها شي. منى اكتب فوقها شي يا عاطف. وشي بتحب الاس. وشي بتحب الايه؟ الاس. برافو عليك يا عطوفه. يبقى منى از ايت. منى از ايت. لوحدها كده من غيري. شفت؟ معلش دلوقتي هفطر.
وبعدين بس وكمل معاك. طيب استنى امسك نفسك شويه. طيب حاضر. طيب وي شي هي ار ناين. اه احنا قلنا الار بتحب الوي واليو ازاي. برافو عليك يا عاطف. يبقى ناخد ايه؟ وي 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 يعني احنا كلنا. احنا كلنا وي. اوعى وي وي. اتفقنا؟ طيب ايه رايك نكبر ونعمل بي سي فيكتوريال؟ ايه رايك؟ حاجه جميله خالص بقى. بص على الصوره وشوف الاول يا عاطف. اتفقنا؟ اه تمام يا عطوفه. مالك يا عاطف؟ مفيش. مركز معايا. بس كده انا حاسه ان انت هتفرفر واتنين. لا لا صح صح. اتفقنا؟ اه تمام تمام. ركز فوق كده عطوفه. ها ها ها. ويكا شطور. يبقى they dot friends. زي ار. برافو عليك يا عاطف. يعني نسيت. سهله جدا. طب ممكن نكتب كده ار. بس ليه ار؟ ايه ار اي. برافو عليك يا عطوفه. ممكن نعمل الدايت بتاعتها. اه نشيل الايه ونحط ابوستروفي. ممكن نعمل ابوستروفي ار اي. ابوستروفي ار اي. ابوستروفي ار اي. طيب ذا جيرل دوت سابي. ذا جيرل تبقى شي از. برافو عليك يا عطوفه. شي از هابي. برافو عليك. اللي بعده يا عاطف. برافو عليك يا عطوفه. عارف ان الار انتيم الاي. برافو عليك يا عاطف. انتيم انتيم يمشي على طول مع بعضهم محدش يفصلهم ابدا. اه صاحبتها الانتيخ. الانتيخ. لا انتيم يا عطوفه عيب كده. حاضر. ايه يا عطوفه؟ هي 7 years old. هي از 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 از. برافو عليك يا عاطف. جميل جميل. اه حلو قوي قوي كده. بس خلاص كده بس خلاص. شفت حبه صغننين ازاي؟ بس انا حسيت كده انت بتفطر الاول وبعدين نرجع تاني. اه نروح نفطر ونيجي. طب يلا باي 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 يا اصحابي. باي باي يا اصحابي. باي باي باي.